السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى هذا اللقاء. أجواء رعدية خلال هذه الأمسية على المناطق الشمالية خاصة المرتفعات والهضاب الوسطى وكذلك الشرقية حتى على أقصى الجنوب الصحراء الوسطى مع درجات حرارة جد قياسية خاصة على الصحراء الوسطى. هناك تنبيه سائل المفعول إلى غاية يوم الاثنين المقبل أين درجات الحرارة تتعدى 49 درجة. خلال صباحة الغد نسبة رطوبة عالية ستخص الواجهة الساحلية مع سحب سفلى، لكن خلال الظهيرة فالأجواء تصبح صافية تقريبا على كافة السواحل. دائما سحب ركامية ستتشكل على الهضاب الوسطى وكذلك منطقة الأوراس حتى على شمال الصحراء منطقة الواحات الصحراء الوسطى، لتصبح رعدية خلال الأمسية على منطقتي الهوغار والتصل احتمال لبعض الأمطار المتفرقة تحت وقع رعود على أقصى الجنوب مع حبيبات رمال تبقى عالقة في السماء تقريبا على جل المناطق الشمالية على السواحل وكذلك المرتفعات الداخلية خاصة الوسطى وكذلك منطقة الأوراس حتى على شمال الصحراء. زوابع عملية نشيطة الصحراء الوسطى أقصى الجنوب حتى على مناطق الجنوب الغربي. خلال ليلة اليوم إن شاء الله ننتظر مقاييس ما بين 21 لغاية 23 درجة على طول الشريط الساحلي، ترتفع إلى غاية 25 درجة على كل من غليزان مع سكار شلف حتى على بتنا وتبسة، 28 درجة على بشار، 22 درجة على تندوف وبن عباس. مقاييس ما بين 27 لغاية 28 درجة على الصحراء الوسطى، أقول على مرتفعات الوقار والتاسيلي، ترتفع على الصحراء الوسطى لتقارب 36 درجة. خلال ظهيرة الغد درجات الحرارة القصوى ستبقى فصلية على المناطق الشمالية خاصة الواجهة الساحلية والقرب السواحل، أين درجات الحرارة تتراوح ما بين 30 إلى 34 درجة، ترتفع لغاية 39 درجة على باتنا وتبسة، 42 درجة على بسكرة، المغير، توغرت، حسي مسعود، ورقلة، كذلك إليزي تقريبا نفس المقياس على مرتفعات الهوغار والتاسيلي، كذلك منطقة تندوف وبني عباس ترتفع إلى غاية 49 درجة تحت الظل على الصحراء الوسطى. أما البحر خلال يوم الغد سيبقى هادئ خلال الأمسية على الواجهة الشرقية، رياح ضعيفة، راية خضراء، سباحة مسموحة، بينما بحر قليل اضطراب على السواحل الوسطى وكذلك السواحل الغربية، هنا راية برتقالية فالسباحة مسموحة لكن يجب أخذ الحيطة والحذر. أما عن درجة حرارة مياه البحر تبقى تقارب 25 درجة مئوية. غروب الشمس ليوم الغد الأحد بداية الأسبوع المصادف لأول محرم، أي أقول لكل الأمة الإسلامية إذا عام هجري مبارك. ولأكثر تفاصيل عن أحوال الطقس مواقع الأرصاد الجوية الجزائرية تبقى في الخدمة. أشكركم على المتابعة والسلام عليكم.